شفتوني عم استخدم حواسي الخمسة لأنه بفيديو اليوم رح أخسرهم وحدة وحدة لحتى أشوف إذا فيني ضل هيك لمدة 30 ساعة. أيام كيف اللي عمل تحدوني ما قدر كمل التحدي، فإذا بخسر لازم أحجز لهم إجازة غالي. عشان شو مجهزين الخمس حواس لأن الشم، السمع، النظر، اللمس والتذوق، والتطبيق هذا رح يعطيني عشوائيا حاسة لنبلش فيه، وكل ست ساعات رح أخسر حاسة ثانية لحد ما يكمل كلهم بعد 30 ساعة. أول حاسة رح أخسرها هي اللمس. لنفقد حاسة لمس أربط حوالين كل إصبع شاش طبي اللي حيمنعني إني أحس أي شيء بأصابعي. معنا أحمد النشيط عم يفقدني حاسة اللمس. حاسب شيء؟ هاي أول إصبع، هاي 10 أصابع جمال بلشت خاش. وعلى فكرة أول فيديو على قناتنا الجديدة أوسي يطير صار نازل، هنيك منسافر ومنستكشف مقاعد طيران مع بعض. بس تخلصوا الفيديو على هاي القناة، روحوا على القناة الجديدة، اعملوا سبسكرايب وحضروا أول فيديو. حنيجي لهو، أوكي هذا أول اكتشاف إنه الإصبع ما بيشتغل. 3 2 1 سلموا مع بعض. 30 الساعة الجاية انتو معنا. كل ما اخسر حاسة رح اعمل 3 تحديات بخصوا الحاسة اللي فقدتها، واذا بنجح باثنين من 3 تحديات انا بختار الحاسة الجاية اللي بخسرها بدل الايباد كمكافأة، وهيك بيكون عندي فرصة سهل ل 30 ساعة علي. امكي حاطط شغلتين بملمس غير بعض، وانا لازم احذر شو هن جماعة. ولكن جماعة هاد بنطلون جينز نفس الماتيريال. الشغلة الثانية ما بعرف. اثنين هي اوكي، هي شو اثنين هم جينز نو نفس الشيء. ما عرفت الشيء مين اللي امتي. هلا في كاسه بارده وكاسه سخنه، يعني انت هلا الحار انت مستحيل تحط اصبعك عليها. yeah. وانا حاطط اصبعي على الحار، وهلا yes. هي البارده وهي السخنه. صح yeah. هي جبتها صح. هون انا عم احس شيء. هلا انا حاضر الفيديو احس حالي جدا غبي. حبه شوكولاته مربعه. ميموري كارد. جرب حسها هلا هيك انت وشايف ولا كانه موجوده. لتفهموا اللي عم يصير اكثر رح اسيب لكم الفيديو لمراحل. اول مرحله هي اول 6 ساعات بدون حاسه لمس، كانت اصعب كثير من ما توقعت. اول شيء بنحسه انه اجهزه التليفون واللابتوب مبنيه على هالحاسه، فبدونهم في صعوبه كثير باستخدامهم. غير هيك في احاسيس الواحد متعود عليها ببطل يحسها، الايد على الشوكه بصير غريب، احساس الايد على الفرشه على المخده كله بصير احساس فراغ. مع انه في صعوبه ولكن لسه قادر اعيش حياتي. فتقييمي لصعوبه اول 6 ساعات 2 من 10. فصل سريع حتاكل على سبونسر اليوم ستالجيد مكلف، فاذا بتعطوني 54 ثانية بالضبط بدعي لكم. اوكي جماعة بديكم على السريع على فورتنايت نو بيلد مود. كل واحد نوب مثلي بفورتنايت وترك اللعبة لانه كان فيها كتير بناء والبناء صار كتير صعب. فورتنايت منزلين مود جديد اسمه فورتنايت نو بيلد مود، والفكرة مثل الاسم بالضبط انه ما عاد في بناء. المود هاد بطل يعتمد على البناء وصار يعتمد على مين ايمو احسن. انا بعتبر ايمي احسن شي فيني. للي عم بيقول طب انا كيف بدي اطلع لفوق على الهاي جراوند واقتل اللي تحتي، في زيب لاين بتتعلق على زيب لاين وبتطلع لفوق، وغير الزيب لاين فيك تتسلق على الاشياء اللي حواليك لتاخذ الهاي جراوند. نو بيلد مود بلشت بشابتر 3 سيزون 2 ولكن حتضل هلا بشابتر 3 سيزون 3. نو بيلد مود اللي عم لكم عليه بتلاقوه بالديسكفر بالقائمه الرئيسيه، وفيكم تلعبوه سولو دووز تريوز او كفريق سكواد. لكل محبين فورتنايت اللي تركوا اللعبه ولسه عم يلعبوها روحوا هلا وجربوا النو بيلد مود. على فكره صار في اضافات كتير حلوه هلا مثل انديانا جونز ودارث فيدر. انا كمان جربت اللعبه، نزلت فيديو على قناه الجيمنج رح احط لكم اللينك بالديسكربشن، روحوا شوفوه. يلا نرجع الفيديو. بلشنا التحدي 11 بالليل يعني قبل 6 ساعات. بدنا نشوف شو الحاسة الجاية اللي رح تخسر. يا رب ما يكون لعيون. بسم الله. التحدي الجاي حيكون نخسر حاسة الشم، طبعا هلا حتكون حاسة اللمس زائد حاسة الشم ما عندي اياهم. هيك جماعة بنكون حطينا النوز كليب، هيك كومبتيشن نوز كليب، بتعرف ازاي احوال اتاكد انه ما تروح محل. لسه بقينا تقريبا 24 ساعة بالتحدي. اول ريحة شو حتكون ام كي؟ سؤال بس قبل ما نبلش، انت شامة هلا؟ انا شامة. قول والله اقسم بالله العظيم اني شامة. حاول هلا عندي قصة عم يجيني ريحة، شو ريحة خفيفة كثير. بابل جم؟ كرز. هي اول واحدة من الثلاثة، لسه عندي فرصتين. سو الريحة هلا جوات البوكس. ما عم تجيني ريحة. تفاح؟ بابل جام. لا حزرت الاولى بابل جام، حرام عليك. جماعة عم يجيني هيك هيك يعني نتفة ريحة، بس شوي ريحة. ورجيني اخر واحدة للمتعة. الريحة جوا. عم حاول شنو ما فيها. بس كوكونات؟ كوكونات؟ اوه كوكونات. لما كمل اخر الفيديو بدون حاسة اللمس وبدون حاسة الشم. الله يستر. تاني مرحلة هي ما بين الست ساعات وال 12 ساعة. هون لاحظت انه حاسة الشم مو بالاهمية اللي كنت متوقعة. الصعوبة ما زادت كتير بس الارهاق وخسارة حاستين مع بعض هن اللي تعبوني. تقييمي لصعوبة الست ساعات 3 من 10. اليوم هو اليوم الثاني، صار لنا 12 ساعة هلا بدون حاسة اللمس وست ساعات بدون حاسة الشم. هلا رح نخسر حاسة كمان. قول بسم الله. اه
سو حنخسر حاسه السمع. والطريقه هي تجيب الاير بلاجز هدول الليفل ميديكال جدا غاليين، هذه الليفل الاولى، والليفل الثانيه سماعات من اقوى طراز نويز كانسلنج. على فكره هتلاحظ انا شايف سمك عم يتحرك بس مش عم يحكي، حاسس حالي جوا حالي. التحدي هون اعرف شو اللغه اللي الفريق عم يسمعني اياها. جاهز؟ 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 سبسكريبيتي على قناه اليوتيوب. سبسكريبيتي على قناه اليوتيوب. والله لو شو اوكي سؤال حاول اتزاكى فيها. ما اتوقع حيحطوا لي غير اسباني او فرنسي او عربي او انجليزي. راح احذر صراحه اسباني. قول والله. والله جد؟ انت عم تشغل شيء. عربي؟ مو عربي. شو هي؟ صيني. صيني! ضايع عندي فرصة لسه. بيتزا مارغريتا with extra marinara sauce. هيدا؟ بيتزا مارغريتا with extra marinara sauce. مستحيل مستحيل، مثل الريحة عم يجيني نقاط. مو صيني أكيد، مو عربي. إنجليزي؟ لا تلعب في أعصابك. هلا بما إني أنا فزت التحدي، أنا اللي حأختار مو الآيباد، يعني أنت. ثالث مرحلة هي ما بين 12 ساعة و 18 ساعة، بالنسبة لي من أصعب الأشياء اللي سويتها. أول شيء حسيت إنه تقعد بمقعد الراكب بالسيارة بدون صوت شيء كتير مخيف، لأن ما في أي صوت حواليك ولا حتى صوت محرك. غير هيك بصير في تركيز غير طبيعي على التنفس، لأنه مو سامع غير صوت جوا حالي. كمان خسارة أول ثلاث حواس كان كافي إني حس بوجع بجسمي ما كنت حاسه قبل، لأنه بالعادة جسمي بيكون ملتهي بأشياء تانية مثل أصوات، روائح أو حتى أحاسيس عم تحسها بالإيد، بس هلا ما في شيء يلهي المخ عن الوجع اللي أصلا موجود بالجسم بس ما كنت بعرف فيه. بهالمرحلة كمان اكتشفت انه فينه الواحد يسمع من تمه. غير هيك مضغ الاكل بيصير صوته كتير عالي، ساعات المنبه بتصير على الفاضي، بيصير في احساس بوحدانية غير طبيعي. تقييمي لصعوبة هاي المرحلة 7/10. وبما انه فزت بالتحدي الاخير فهلأ انا بختار الحاسة الجاية. طبعا السبب اللي عم خليني لهلأ صامد، امك تحداني ما حقدر خلص 30 ساعة، او اذا ما بخلصهم له اجازة بالاوتيل اللي بيختاره. انا خايف كثير من النظر صراحة، رح اختار اخسر هلأ تذوق. الطريقة اللي حنخسر فيها حاسة التذوق هلأ هي عن طريق هذا المخدة. طبعا جماعة لحد يجرب هذا الشيء بالبيت، استشرنا دكتور لهذا الموضوع، شرح لنا كيف نستخدمه. اول ما حطنا هذا السائل رح يكون خاسر اربع حواس، بيضل بس حاسة النظر رح نخسرها بعد 6 ساعات. تمي خدر. التحدي الأول من ثلاثة هون إني لاقي طعمة الشوكولاتة. أنا بقول الأولى. أول وحدة كانت هاي، ثالث وحدة هي الشوكليت. ثالث وحدة كانت الشوكليت. جماعة جد جد دون بالغ، كل ما أخسر حاسة اللي عم بيصير إني عم يوصلني تقريبا 1% بس من هذا الإحساس. هون عم دور على طعمة البيبسي. الأخيرة أكيد، لأنه عم حسها هون، عم حسها تحت مو على لساني، وآخر تحدي إني أعرف التفاحة من طعمته. نفس الملمس الاثنين. هاي التفاحة. لا مو غلط. والله غلط. هاي التفاحة. والله غلط. اوكي جماعة عندي هلا تقريبا 6 ساعات هيك، بعدين اخر 6 ساعات بدون نظر، ولكن مكملين ومواصلين لانه ما حتفحى اجازة. المرحلة الرابعة هي ما بين 18 وال 24 ساعة، شوي شوي حاسة التذوق صارت ترجع مع مرور الوقت على المخدر، ما رجعت عدت عليه مشان ما نستخدم سائل طبي مرة ثانية، ولكن ما عاد اكلت لاخر الفيديو مشان ما ادوق شيء ويكمل التحدي. خسارة حاسة التذوق بتحسسك بجنون لانه عم تشوف الشيء وبتعرف طعمته بس مخك ما عم يفهم هي الطعمة. مع هيك ما كانت أصعب مرحلة، الشيء اللي بصعبها كان مرور الوقت وتراكم الحواس اللي خسرناه. تقييمي لصعوبة المرحلة الرابعة 8/10. الساعة هلأ 10:15 مساء، صار لنا هلأ 23 ساعة، إرهاق، تعب، الوضع جدا مأساوي، ولسه ما عملت تقريبا أصعب وحدة. صار لي 23 ساعة بالضبط بدون حاسة لمس، ما عاد متذكر شو إحساس فرشة ولا شيء. شم مبدئيا من امبارح لليوم ما عم شم شيء تقريبا. السمع توقعت تكون أصعب وحدة، التذوق كان برأيي أصعب وحدة، لأنه اضطرينا نبتكر طريقة لحتى ما نتذوق. كثير خايف من آخر حاسة اللي هي حاسة النظر، رح أخسرها تقريبا بعد ساعة وشوي. لساتنا عم نصور، كل عدد ساعات كملتهم بالدسكربشن بدون انقطاع أبدا، يا رب نقدر نكمل. دعواتكم. الساعة هلأ 11 مساء، هلأ كملنا 24 ساعة.
جد تعبان. اخر حاسه ضلت هي حاسه النظر، والطريقه اللي حنخسرها هي ميديكال ليفل هاي باتش، هاي ليفل 1. طبعا اذا بشيل السماعه وبحطها بيسهل علي كثير، ولكن ما حشيل السماعه ولا ثانيه، يمكن مشان المشككين. ليش حسيت نفسي ده؟ مثل ما عودناكم في تحدي هلا. التحدي الاول من ثلاثة اني اسوي شيء من روتيني اليومي، انزل على الباركينج اللي عند سيارتي. فتت؟ ما عم بحكي كثير بس دايخ، حاسس بخوف مو طبيعي. جماعة حاسس بوحدانية بخوف. المرحلة الخامسة والأخيرة ما بين 24 ساعة و 30 ساعة، لتهموه أكثر فكروا بأسوأ كابوس ممكن يمر عليكم، لحظات عم تمر كساعات، أول شي مخك بيرسم الأماكن جوا عيونك المغمضة مثل ما هو متذكرها، لحد ما تيجي لحظة الاستسلام ومخك ينسى كل شي، عتمة كاملة، بدون أي ضوء، بدون أي صوت، بدون أي ريحة، بدون أي إحساس أو حاسة، شعور باللا فائدة، وجودك كعدمه، شعور مستحيل حدا يتحمله، ولو الواحد كمل هالحالة خطوة صغيرة مستحيل يكون بده يعيش هالإحساس لحظة أطول. نو أحاسيس تحت عيونه. طلع 25 ساعة. ستوب، واحد لازم جد يحمد ربه على اللي عنده. ما توقعت حد يكون بهالصعوبة، خصوصي لما اجتمعوا كلهم مع بعض. ما قدرت كمل 3/4 ساعة، يمكن الفيديو بلش بتحدي خلص بدرس. ممكن روح يوين